بس في انواع كتير جدا انا ما لعبتهاش ونفسي العبها. يعني اجايز شويه الناس شافتني اكتر في السسبنس في الاكشن. لعبه ابليس السنه اللي فاتت كان الجانرا كانت كات اند ماوس، يعني هي مش سسبنس بس برضو ممكن تتحط نفس الفئه. فيها كتير نفسي العبها بس الكوميدي يعني هاجله شويه. السيره الذاتيه، السيره الذاتيه انا ما عنديش مانع العب اي حاجه والنوعيه دي، بس هي فيها حساسيه في حته معينه. انا سبب وقلت قبل كده في كذا حاجه، انا اشتركت في مسلسل واحد سيره ذاتيه وفيلم كنت ضيف شرف، فيلم حليم انا كنت ضيف شرف فيه. في مسلسل السندريلا انا كنت موجود بدور استاذ علي بدرخان ربنا يديله الصحه، وكنت سعيد ومتشرف بده، بس ما كنتش البطل. يعني السيره الذاتيه فيها مشكله بس بالنسبه لي، انما انا ما برفضش ان انا اعمل ده، بس انا ما بحبش حاجه تجرح في حد. يعني انا بأصر دايما حتى في المسلسلات اللي بعملها لما بتسأل دايما انت ترمز في المسلسل ده للشخصيه الفلانيه، بقول لا.